السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة بسوريا من هنا من ريف إدلب. طبعا تستمر الحملة العسكرية التي يقودها النظام السوري والطائرات الروسية على معظم ريف إدلب، مناطق ريف إدلب الجنوبي وأيضا ريف حماة الشمالي. كان هناك منذ دقيقتين فقط قصف بالبراميل المتفجرة على في وسط بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى قصف معظم مناطق ريف حماة الشمالي اللطامني وكفر زيتا وأيضا مناطق عدة بريف إدلب الجنوبي كعابدين والهبيط. نحن اليوم نستطلع أوضاع المدارس السورية في ظل هذه الحملة وفي ظل النزوح والقصف المستمر، في حين أن هؤلاء لا يستطيعون استخدام المدارس النظامية، كما نشاهد هذه مدرسة مسقوفة بشادر. طبعا هذه المدرسة تعتبر مدرسة نموذجية بموجب المدارس الأخرى. سنقوم باستطلاع داخل هذا الصف. السلام عليكم. مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ عراسي، الله يخليك. أول شيء هون تحكي لنا درجة الحرارة مرتفعة جدا. الحقيقة الحرارة مرتفعة جدا ونعاني كثيرا من هذا الموضوع. في الصيف درجة الحرارة مرتفعة، وفي الشتاء الجو قارس ويكاد الطلاب ينشغلون طوال الحصة بإزالة المياه من على أسقف هذا العازل البسيط الذي يستخدمه فقط في الشتاء، وفي الصيف يدر علينا الحرارة بكثرة. طيب كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ الآن الساعة تقريبا 11:30، درجة الحرارة فوق 35، شايف الوضع يعني تأقلموا الشباب على هذا الوضع؟ للأسف لاحظ على وجوه جميع الطلاب العرق يزخ من وجوههم، ولكن طلب العلم فريضة ويأتون إلى المدرسة. الحقيقة مدرسة بحاجة إلى مراوح، إلى تدفئة، إلى سقف يحميهم من حر الصيف، برودة الشتاء، الأراضي غير تكاد بحص فقط لا غير، ومقاعد قليلة. في هذا الصف يعني صف نموذجي اثنان أو ثلاثة في المقعد الواحد، ولكن في بقية الصفوف أربعة أو خمسة في المقعد الواحد. يعني وسائل تعليمية لا يوجد، قرطاسية لا يوجد، رواتب للمعلمين لا يوجد. هذا يرهق المعلمين، يرهق الطلاب، يرهق الأهالي. الأهالي يعني متعودون هنا على لا يستطيعون شراء قرطاسية لطلابهم لأطفالهم، وهذا شيء يرهقهم كثيرا. شكرا كثير لك. الله يجزيك خير. مرحبا عمو. الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله. أي صف؟ ثالث. أي صف؟ ثالث. ثالث؟ مرحبا عمو. أهلا. أنت أي صف؟ ثالث. مشوبة؟ إيه. في شوب؟ مرحبا. ثالث. كيف الجو؟ والشوب. نار؟ شو اسمك أنت؟ دعاء. دعاء. دعاء، كيف المدرسة بشكل عام؟ كويسة؟ كيف وضع المدرسين؟ درسوكم منيح؟ نعم. درسوكم منيح؟ نعم. أنت من وين يا دعاء؟ من الفان الشمالي. الفان الشمالي، ريف حلب هذا ولا حماة؟ حد قصر وردان هذه. ريف حماة. يعطيك العافية. نخرج إلى فصل آخر. السلام عليكم. كيفك أستاذ؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. تحكينا هنا عن وضع التدريس شوي. والله حاليا الوضع يعني يحتاج إلى كثير من المتطلبات في ظل الوضع الراهن، يعني هيك بكلمات مختصرة، أكثر من هيك يعني بيبقى الموضوع تفاصيل هاي العناوين العريضة. شكرا كثير لك. إذن هذه الصفوف المتلاصقة هي التي تحوي الطلاب هنا كما ذكرنا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا أستاذ، كيفك؟ أهلا أستاذ يعني وسهلا. تحكي لنا شوي عن وضع التدريس هون، وضع الطلاب، وضع الخدمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذه المدرسة، مدرسة التنمية، التي تحوي طلابا لعدة مخيمات ما حولها. الله عز وجل أكرمنا في تدريس هؤلاء الطلاب تطوعا وحسبة السنة الماضية. فمن باب نحن أخواني، من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فإننا نطلب من أهل الخير وأهل التعاون إن شاء الله أن يساعدونا في تقديم المساعدة لهذه المدرسة، سواء كان رواتب المدرسين وقرطاسية للطلاب، هدايا للطلاب، ما يخص الطلاب. وأيضا نطلب منكم ترميم المدرسة، أنتم ترون أن المدرسة يعني غير أهل لأن تكون مدرسة تعليمية. درجة حرارة مرتفعة جدا، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ درجة حرارة فوق 37 صارت، كيف تتعاملوا مع هذا الشيء؟ والله هذا الشيء لا نستطيع أن نتدبره إطلاقا. في الصيف يعني ترى الحر شديدا جدا، يعني في الشتاء السنة الماضية عانينا جدا من موضوع الماء وموضوع المطر، كنا ننشغل بموضوع يعني سند العوازل، ننشغل نحن أو الطلاب بسند العوازل حتى يسر الماء إلى الصف. يعني نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بمنظمة، وأي شيء يعني تطلبوه يعني أو تقدموه لنا، فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم الله عنا كل خير. شكرا كثيرا. إذن أعزائي المشاهدين، كما رأيتم طلاب سوريا وأطفال سوريا ينتظرون الطاولة ومن يجلس على الطاولة، في ينتظرون المحافل السياسية والدولية، هل ستنجيهم من آلة الحرب العسكرية التي يشنها النظام السوري والطائرات الروسية الآن في هذه اللحظات على معظم هذه المناطق في ريف إدلب وريف حماة الشمالي. مع ذلك نشاهد انتقلوا من المدارس النظامية والبيتونية إلى مدارس تغطيها الشوادر لكي يقوموا بتعليم أطفالهم. نشكركم أعزائي المشاهدين جزيل الشكر، ونعود إلى الزملاء في الدوحة.